اهلي الغزالات ديالي والحباب ديالي، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. فيديو جديد وفلوق جديد ونهار جديد، نتمنى نلقاكم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي ندير معكم فلوق، وهنا قبل ما ندير فلوق غادي ندير بكم دويره شي اشياء غناخذو من لاكاسا في كيتيه، ففرجه ممتعه. وكنقول كل ما نضم الى القناه كنقول ليه مرحبا والف مرحبا بكم ان شاء الله، وبتشجيعكم ان شاء الله غادي كتكبر القناه. تنقول لكم شكرا كل واحد كيعطيني من وقته وكيكتب لي تعليق اللي كيحمسني وكيعطي طاقه ايجابيه. وكما كنقول دائما وجدت لكم لا فيديو اللي غنهضر فيه شنو كيفاش حليت المشكل ديالي، فكنقول لكم فرجه ممتعه وتمتعوا معايا بهذا التنظيم وهذا التاويل. فخليكم وغادي نوريكم ان شاء الله لا بلاك ديالي اللي خديت واخيرا جات، ففرجة ممتعة ما نحرقش عليكم مراحل. هنا البنات نهار جديد، كما غادي نشرح لكم ملي غادي نمشي الدار، فهذا نهار جديد. وهنا غادي نمشيو ان شاء الله نخرجوا الوليدات يتغداو ويلعبوا شويه. هنا نيت في المحمديه غنمشي للريستورون اللي كنمشي ليها في طريق بوزنيقه، فخليكم معايا. فبزاف الناس كيبغوني نوريهم الطريق، فانا كناخذ الطريق ديال المنصوريه ابري كندوز من واحد الطريق هانتوما غتشوفوها معايا كتجي من الوسط كنقطعوها، فهنايا هي من هنا كنقطعو كتهودو نيشان في الربيع فهاد الشيء، فكتخرجو نيشان في الطريق فين كاينه ستاسيون افريقيا، فاش كتلقاو هنا عزيز انا ندوزو من هاد البلاصه لان فيها هكا المناظر والطبيعه احسن من وسط المدينه.
بالنسبه للناس ديال محمد يعرفوا هذا الطريق. ومن هنايا البنات اللي كيبقاو يطلبوني انني نبارطاجي معهم حتى الطريق، فهادشي اش كنوريكم الطريق. احنا خرجنا نيشان، كتخرجنا هادي دغيا باش كنخرجوا للطريق هكا وكنلقاو ستاسيون على ايدينا. بالنسبه لهنا كنت في لاكاسا، ولكن المفاجاه دارها لي الزوج ديالي حتى مشى للدار ديالي ان شاء الله باش نوريكم اشنو جاب ليا واللي كنت كنتسناها. فخليكم مع الفلوق. مساكن العيالات كيجيبوا الحطب يعني العود باش كيصايبوا هاد الخبز ديال التفرنوت. راهي مسكينه دخلات وهنا الغزاله ديالي غير جيت للدار مباشره حطيت الكاب وقلت والله تنبارطاجي معاكم ندير لا فيديو. هنا كما كتشوفوا انا مشيت لكاسا باش صافي مبقاش عندي الامل انهم غيجيو في ايكيا، ولكن عيطت للزوج الكريم قال لي راني لقيتها لك في ايكيا وجابها ليا، وقلت حتى ندير لها فيديو باش نوريها لكم. صدقوني فرحتني لحقاش انا كيعجبوني، كنموت على شي حاجه سميتها الاواني وكيعجبني هاد لابلاك، عجبني بزاف البنات حكم انني كيعجبني في هاد الدريساج. انا كيعجبني ندريسي في العود، الناس اللي قرابين ليا كيعرفوني انا العود شاريه ليبوك يعني قبل ما يتلونساو لو طوندونس، انا عندي كنخدم به وعندي نيد ديال ايكيا خايداها ب 159 درهم، خايداها شحال هادي غنبارطاجيها معاكم. وكنت كنتغريسي فيها الا رجعتو الفيديوهات قدام غتلقاوني داير فيها الدريساج كنخدم فيها كندير فيها بزاف د الحوايج. وهنا البنات شفت البنات بزاف اليوتيوبرزات حاطينها بشكل غلط، فهي البنات كتحط عليها هاد الجهه فهاد الحواشي انهم مثلا كتكونوا تقطعوا فيها ولا دريسوا فيها شي حاجه يعني مشى لكم الماء كيشي في دوك الجوانب. كاين اللي كتقلب على الوجه الحاشيه كديرها مع الحاشيه ديال الكونطوار، كنقول لك لا راه كتحط اختي بحال هكا. وتالا سولتو الناس ديال ايكيا كيقول لكم كتحط بحال هكا، ورا دايرين لكم ليكزومبل كيفاش حاطينها حدا لابلاك وكيفاش انا شحال من وحده شفت الحاشيه حاطه يعني قالبه على الوجه نورمالمون لا كتحط هكا، كدريسي فيها المشاوي الكباب تخدمي فيها تعجني فيها ديري فيها. والاهم حاجه البنات كتمسحيها او تغسليها كتبقى على مزوينتها، فنصحكم ما ديروش لها الرجافيل باش ما تكشفش، خصوصا الناس اللي ما غيشريوش لها لويل ديالها. انا ما جابش ليا الزوج لويل
هذه البنات ديال ايكيا من يلا حلات، شوفوا بقى عندي مزيانه حافظت عليها. وهذا هو الرولو اللي خديت من عند السيد من قريحه اللي كتبكم غنبارطاجي معكم. ها هو جابوا لي على حسب البلاكارات اللي درت انا غادا على اللون الابيض والنوار في المطبخ الجديد. وهنا بقى عندي هاد البنات هاد لابارتي الصراحه ما عجبتنيش فبغيت نحيلها صراحه ما عجبتني. صافي هنا كنديرها واحد الديكور حيتو صافي سديت ليه التقابي ديالو وجبت هاد البابي الصراحه الله يعطيهم الصحه هادو اللي خرجوهم كينفعوا البنات حكم بزاف صحباتي دايرينو وجا زوين. انا خديت هاد اللون اللي على حسب البلاكارات ديالي ان شاء الله ملي غنكمل الكوزينه ديالي غنبارطاجي معكم كلشي الطابله اللي خديتو كلشي. ما تنساونيش البنات من لاجام ولاي والبارطاج باش ان شاء الله تكبر العائله وتزيد تكبر بالتشجيعات ديالكم. احبكم في الله والى فيديو قادم حول الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.